واقع العمل في القطاعين الحكومي والخاص بين التأكيد المهنية والشفافية من قبل المسؤول الحكومي من جهة، والاتهامات الموجهة له من خريجي البصرة بالخضوع لضغوطات سياسية وحزبية من جهة أخرى. فقبل شهرين تقريبا انطلقت جموع المتعينين بنظام 30,000 درجة وظيفية مطالبين بمعرفة مصيرهم، متهمين مكتب التشغيل المركزي في ديوان محافظة البصرة بترتيب تعيينات في دوائر حكومية تنسيقا مع أحزاب حاكمة، لنحصل بعد اتصالات ومتابعات منذ ذلك الحين على إجابة من مكتب التشغيل المركزي. تعرضنا لبعض الاتهامات وتعرضنا إلى شتى وسائل التسقيط اللي هي هسه مرة يكون تسقيط بدافع نقول تسقيط سياسي أو تسقيط معنوي أو واتهمنا شتى الاتهامات. الحمد لله والشكر هي كانت قرعة نزيهة أمام الإعلام، أمام منظمات المجتمع المدني، الكل حاضرين بما فيهم حضرتك، بما فيهم قناة التغيير. التوضيح من قبل مدير مكتب التشغيل المركزي في البصرة لم يتوقف عند نزاهة التعيينات فيه، بل تعزز بالكشف عن وجود حملة تسقيط ممنهجة من قبل جهات مجهولة لم تستفد من الأمر لصالح عناصرها. الجهات اللي ما استفادت من هاي القضية تعرضنا من عدل الاتهامات، قضية هي محصورة بأبناء محافظة البصرة باللي قدموا قرعة، وممكن تقدر أنت تأخذ لك جولة في بعض الدوائر، من خلينا نبدأ من النفط اللي هي أصعب شيء إلى آخر دائرة، وتقدر تسألهم واحد واحد شلون ظهرت أسمهم. بجهود السيد المحافظ البصري المحترم قدرنا ننجح بهذا الملف، وصلناه لمرحلة بر الأمان فضل الله سبحانه وتعالى. اليوم الكل مسلم رواتبه، الكل بدأت تتحول إلى عقود. جدير بالذكر أن البصرة شهدت منذ انطلاق تعيينات 30,000 درجة وظيفية قبل عامين تحديدا تظاهرات متتالية للخريجين، وأكثرها تنظيما وتأثيرا تلك التي كانت لخريجي جامعة البصرة من المجموعة الهندسية وكلية العلوم، انتهت باعتقالات وتهم كيدية جعلت الطلبة المعتقلين آنذاك يوقعون على تعهدات خطية بعدم التظاهر مجددا. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.